الاستنباط. هسه هذا الذي انا الان فقط اشاره جزئيه، وان شاء الله اذا صار وقت اقف عنده. هذا الذي عبر عنه جابر ابن يزيد وقال بانه هناك ظن قوي بكذب ماذا؟ هذه الروايات. هسه بكذب هذه الروايه منو الكذاب مولا؟ هو جابر يعني، والا هو مو الكذب معلق بين السماء والارض مولا. اذا اتضح كذب هذه الروايات فالكذاب من هو؟ جابر. أنا فقط هيك جملتين أقول عن جابر الآن، إذا توفقنا إن شاء الله بعد ذلك سنقف عنده. في ميزان الاعتدال للذهبي، وإن الإخوة يتذكرون أنه أساساً الذهبي كيف كان متطرف، ونقلنا كلماته فيما سبق، وأنه من النهج الأموي لا من مدرسة الصحابة. هذا الإنسان عندما يأتي إلى جابر، انظروا ماذا ينقل عن جابر أو من هو جابر. يقول أحد علماء الشيعة قال ابن مهدي عن سفيان كان جابر الجعفي ورعا في الحديث، ما رأيت أورع منه في الحديث. هذول الأعداء ده يشهدون في حق منه. هسه شوفوا هذا مسكين جابر مولانا، هسه بعد ذلك يرفضوها، يقولون مع كل هذا ولكنه مع ذلك لا نقبل منه. لماذا؟ لأنه كان يقول بالرجعة، كان يقول أن علم النبي منحصر في علي ومن علي إلى الحسن، وهل يوجد أكذب من هذا الكلام؟ إذن فهو ماذا؟ مسكين مولانا، هذا باقي بخان النص مولانا. لا لا منا أنا، لا منا أنا مولانا، تلتفتوا جيدا. هس كل المشكلة وين؟ كل المشكلة سأنقل بعض الروايات التي ينقلها التي لا تنسجم مع الفهم العام ماذا؟ لفهم تلك الرواية. وإلا بيني وبين الله لا قايل باجتماع النقيضين، ولا قايل الله اثنين، ولا قايل رسول الله أربعة، أبدا مسكين ذاكر بعض المضامين هذا لا ينسجم مع الفهم، خلي أكون أوضح، مع الفهم الفقهي للرواية، يعني مع الفهم الذي أشار إليه محمد بن مسلم وزرارة، ومع الفهم الذي الآن في زماننا يفهمه الخط الفقهي العام. أنت تأتي برواية تقول مضمونها لا يمكن أن يفسر، تفسر هكذا، يقول لا هذا خرج شنو؟ ها؟ خرج عن الإطار العام للمدرسة الرسمية والمشروع. انظروا إلى العبارات، يقول ما رأيت أورع منه في الحديث. وقال شعبة صدوق ملي، وقال شعبة صدوق، وقال يحيى بن أبي بكير عن شعبة كان جابر إذا قال أخبرنا وحدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال وكيع ما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابر الجعفي ثقته. هذه الكلمات ما موجودة حتى ماذا؟ في كتبنا الرجالية، ها في كتبنا الرجالية بين هن وهن، عد لمن يوثقون منه، لمن يوثقون جابر ابن يزيد الجعفي. وقال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول قال سفيان الثوري لشعبة لئن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك. هذا مو قابل ماذا الكلام ماذا جابر. وقال سلام بن أبي مطيع قال لي جابر الجعفي عندي 50,000 باب من العلم. يظهر أن القضية في ذلك الزمان ماذا كانت واضحة، مو أنه والله روايات ضعيفة، كانت مشهورة أن جابر يدعي أنه من مواضع أسرار آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكان مشهورا عنه في الوسط الإسلامي في ذاك العام في ذلك الوقت. 50,000 من العلم ما حدثت به أحد، فأتيت أيوب فذكرت هذا له فقال أما الآن فهو كذاب. انتهت. إذا اتضح ميزان الصدق والورع والكذب. ثم بعد ذلك مولانا مجموعة من النصوص، مشكلته ماذا؟ مشكلة جابر هذا سمعته سفيان، سمعت جابر الجعفي يقول انتقل العلم الذي كان في النبي إلى علي، ثم انتقل من علي إلى الحسن، ثم لم يزل حتى بلغ جعفرا. إذن صار شنو؟ صار كذا. هسه اتضح أيضا
حيثية الكذب، كما يقالون أن الإجماع إذا صار مدركي بعد ماذا يمكن الرجوع إليه، أن معرفة أنه لماذا اتهم هذا الرجل ماذا بالكذب.